بايدينا بسرعه. بس مش مال بايد مين؟ لو مش بايدينا مال بايد مين؟ لا بايدينا. انا طب اسالك سؤال، انا اسالك سؤال، اوضح لك. طب اسالك سؤال، هو انتوا كلجنه تخطيط برئاسه الكابتن مختار عندها صلاحيات كامله ولا لا؟ مليون في المية كاملة. كابتن محمد رمضان كمدير رياضي عنده صلاحيات كاملة ولا لأ؟ وصلاحيات مدير كورة. طيب يبقى بإيدين مين؟ بإيدين اللي أنت بتطلبه. لأن خلي بالك في أرقام وفي تفاوض. لو أنت بتاخد لعيب من نادي، أنت بتتفاوض دلوقتي مع النادي ومع اللاعب، مش النادي بس ماشي، ومش اللاعب بس ماشي. التفاوض ده معناه إيه؟ أنت مش داخل فاترينا في سوبر ماركت عليها سعر بتروح تشتري وتمشي. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان في سعر للسوق وفي سعر ليك، سقف ليك. لان خلي بالك انت ما ينفعش كمان، ودي نقطه برضو الناس لازم تعرفها وجمهورنا يعرفها، انت ما ينفعش تخرج عن السكواد بتاعك. انت عندك سكواد، ما ينفعش تبعد قوي. تبعد ايه؟ في الماديات طبعا. طبعا لازم تبقى حريص في العلاقه. اصل ما في لعيب بياخد مليون دولار وفي لعيب بياخد خمسه. بس ما يبقاش يعني الجاب كبير. لا، ما يبقاش الجاب كبير. لازم ما هو انت بتتكلم بتقارن بين الاجنبي والمصري. لا مثلا، لا ما هو ما يبقاش انا بكلمك على ده. اللعيب اللي هتجيبه من بره ما هيكون بمبلغ عالي. بس انت كويس. بس انت برضو في فرق بين مبلغ عالي للنادي اللي بياخده وفرق للتعاقد مع عقد اللاعب. فانت لازم تحسب كل ده. الحته بتاعت التفاوض، النادي او اللاعب اللي بره مش حاطط تسعيره وانت رايح تشتريه، انت رايح تتفاوض على التعاقد. فدي بتاخد وقت شويه. انما كان في امثله بس عايز ارجعك لكابتن مختار واللجنه وصلاحياتها والقرارات اللي هي بتاخدها. مع طبعا كابتن محمود الخطيب وصلاحيات المدير الرياضي، صلاحيات المدير الفني، وهكذا متحدده ومعروفه، محدش بيتدخل في الصلاحيات. انما كل واحد عارف دوره، كل واحد بيشتغل، والا ما كناش نحقق نجاحات. يعني مش ممكن تكون بتشتغل غلط وتحقق نجاحات، استحاله. ماشي، لازم تكون بيشتغل. انت بتقول لي اجتمعتوا ثلاث مرات في اخر اربع ايام. ولسه كل يوم في اجتماع. ده مش شغالين. ده معناه ان مفيش تهريج. لا، هو في تركيز. ده على مدار السنين على فكره. لا بس ما كانش بالزخم ده. ليه؟ علشان انت عندك تايم ليميت. تمام. فبالتالي انت بقى عندك دلوقتي يعني بكره تسرع العدد. بقى عندك 11 يوم. لازم تسرع. وتلحق. وتلحق ان شاء الله. هل ممكن تلحق السوبر ولا صعب؟ ممكن اذا تم عندك يوم 20 اذا تم الاتفاق وتم التفاوض وتمت الاجراءات. لان كل دي ممكن تاخد وقت. وفي النهاية ممكن حد يرجع في كلامه. زي مين رجع في كلامه في صفقة قالوا ان احنا المتأخرين؟ مين اللي رجع في كلامه؟ قبل كده في صفقة راحت بالعيد. هو اللي رجع في كلامه. ماشي، احنا كنا ريد. هو اللي رجع في كلامه. خلاص صفقة راحت. تعمل ايه؟ واحد غير رأيه. خلاص. فانت بالوقت، بالأرقام، بالتوقيت، انت بتشتغل وبتشغل باخلاص، تشتغل بجد، باحترافيه وبامانه، علشان برضو الناس تبقى عارفه انك عايز تخلص وعايز تحل اذا في مشكله. بس هو في النهايه الناس بتتكلم على. انا سامع طبعا لما شاورت لي على اراء او طلبات. الناس طالبه باك ليفت. يعني بيقول لك احنا عايزين باك ليفت. طب ليه؟ ما هو انا اوريدي عطيت الله جه وكان مطلب عضو. بالظبط. يعني ده